السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، يا هلا وسهلا والله، هلا بالمزارعين الحلوين الجميلين اللي إن شاء الله بيخلون الدنيا كلها خضرة ويجملون الأراضي والشوارع والحدائق المنزلية وكل الأمور هذه إن شاء الله مطاط على عاتقكم بإذن الله. الله يسعد الجميع. أنا والله بس في أمر اليوم بسولف فيه، يعني مشاركة تشاركون اللي عندي. هذه البذور كلها طبعا اللي أنا استخدمت في المواسم الماضية، بذور وأصناف عديدة جدا، يعني عندي أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها يعني أصناف. أولا كلها أصناف F1، أنا ما أتعامل إلا مع الصنف هذا F1، يعني عشان أنا تعبي يكون بمكانه. فبما أننا نتعب ونشقى، وإذا زرعنا نسوي متابعة دورية ومن تسميد ومن ملاحظات الري وتهيئة الجو المناسب بين برودة وحرارة وبين رطوبة، فلذلك أول شيء نعتمد على ما نستخدم للصنف هذا اللي هو F1. الصنف هذا لما نستخدمه نريح أنفسنا كثير. في الأصناف اللي عندي هذه طبعا هو الإنسان لازم يدخل بتحدي بحياته، يعني كونك تكون مزارع تقليدي ما تجيب جديد ما هو شيء جيد وممل. أنا بالنسبة لي أحس الشغلة إذا ما فيها جديد فهي مملة، فأنا دائما أحرص على إدخال الأصناف الجديدة. منها بعض الأصناف يعني أعجبت المجموعة وخذوا منها اعتمدوها، يعني زي مثلا الصنف هذا تقريبا، هذا صنف جميل الأصفر صار جميل إنتاجه. لكن الأصناف هذه على العموم كلها شتوية. أنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أحاول أخوض التجربة بتحدي من اتجاهين، تحدي من ناحية الأصناف الجديدة وتحدي من ناحية أنه أزرع بذور شتوية في مواسم حارة، هذا برضو جزء من التحدي. والواحد يعني يحفز نفسه شوي ويعود نفسه على الممارسة والقفز الجميل في الحياة هذه. فأنا أسمع دائم أنه البعض يتكلم عن غلاء الأسعار البذور، هذه نقطة أنا حابة أتكلم عنها. زين، البذور اللي عندنا بالسعودية وبالخليج وبعض الدول العربية اللي يشتكون من ارتفاع أسعارها، ترى ما هي غالية أبدا، احنا أسعارنا من تعتبر من الأسعار المنخفضة على مستوى العالم، رغم أننا أحيانا نستورد بعض الأصناف تطلع أرخص من الدول اللي هي مصدرة لها. فأنا على سبيل المثال أضرب لكم مثال بالمنتجات هذه، طبعا هذه كلها أصناف كلها استخدمتها، هذه شوفوها كلها الأصناف هذه كلها، ونسبة النجاح عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله حد أدنى 97%. فالبذور هذه المغلفات ما فيها ذاك الأعداد الهائلة، يعني ترى فيها 5 حبات 5 بذرات، يعني مغلف في 5 بذرات بين 5 و10، يعني هذا 10 بذرات هذا هو. هذه البذرة الواحدة أقل بذرة تقريبا عندي هنا بالمجاميع هذه، أقل بذرة نقول لكم 90 هللة، ممكن تكون 90 هللة، يعني إذا حبينا نخفض السعر كثير نأخذها من أقل شيء. لكن الأعلى كثير من الأصناف هذه اللي عندي كثير من 1.5 ريال إلى 2 ريال الحبة الواحدة، البذرة الواحدة، يعني البذرة الواحدة زي هذا. إذا تذكروها السنة الماضية كان عندي الموسم الماضي هذا البذرة بحدود 2 ريال تقريبا سعرها بذرة واحدة، والعبوة هذه على فكرة فيها 5 حبات فقط هذه. فالأسعار اللي هنا أسعار رخيصة جدا. أنا البذور هذه كلها أجيبها بنفسي من دول خارج السعودية، يعني بين موسكو بين هولندا مدينة روتردام، وجبت أيضا من باريس مجموعة، وكلها أجيبها من أماكن متخصصة بالبذور. البعض راح يجي ويقول لي
انه لا والله احنا جبناها من هولندا مثلا رخيصه. طبعا في رخيصه هناك زي ما هنا في رخيص وفي غالي بلا شك، في رخيص وفي غالي، والواحد يحذر وينتبه، لازم المصدر، مصدر البذور يكون مصدر الله يسعدكم، يكون مصدر موثوق جدا جدا، لانه حتى الغش يدخل عليها وتطلع بذور مضروبه، فالبذر المضروب هذا خساره على موسم كامل. نعم في بالدول الاوروبيه رخيص وفي بالدول الشرق اسيويه بذور رخيصه، لكن نفس الحكايه، هنا تاخذ ال100 بذره ب 10 ريالات، وهنا برضه تاخذ ال100 بذره ب 100 او 150 او 200 ريال، يعني البذره حتى هنا غاليه. فانا اسمع البعض يتذمر من غلاء البذور وان التجار جشعين والكلام هذا، لا والله، والله انا لا نتاجر ولا ابيع ولا اشتري بالبذور نهائيا، انا رجل هاوي واعشق الشيء الجديد. فوالله كلمه حق اقولها بالنسبه للناس اللي تبيع بذور سواء بالتفريد او بالمغلفات الكامله، انا اشتريت هذه بذور، بعضكم يقول لانك تاخذ بذرات بسيطه على 5 و10 بذرات تطلع غاليه، لا، انا اشتريت ال100 بذره بنفس الحكايه من 100 ريال وزياده، بما يعادل يعني 100 ريال وزياده اذا كانت باليورو او بالروبل الروسي، واشتريت ال500 بذره نفس الحكايه، السعر لا يتغير والسعر ما يقل اذا قلت الكميه او زادت الكميه، ربما تلقى فروقات لا تكاد تذكر. لكن يا جماعه الخير البذور غاليه، والبذور اللي انا استخدمت يعني هذه ما شاء الله تبارك الله كلها بشكل كامل بذور ناجحة. طبعا هذا الفلفل تعرفونه، يعني أصنافه كلها هذه اللي هذه موجودة حاليا عندي، الخيار هذا 3 أصناف عندي، هذول 2 وواحدة فقدت كثير على فكرة من المغلفات. هذول الأصناف اللي أنا أقول له أنا ليش شرحت لكم الموضوع، طبعا هذه مغلفات لسه جديدة، بما أنها جديدة ممكن أزرعها الموسم القادم وممكن ما أزرعها، لأنه أنا تفكيري الآن ربما يتجه تنحرف البوصلة لأمور أخرى غير الطماطم. هذول المتبقيات عندي من الأصناف الجديدة، هذه كلها أصناف ما جربناها، هذا نوع من الفلفل موجود بعد جربته قبل، هذه الطماطم كلها متواجدة عندي، عندنا اللون هذا اللي يجي أفتح من الأحمر، هذه الأصناف أنا لسه ما جربتها والله. هذا المتقزم الغزير الانتاج، يعني هذه البذرة الواحدة، شو هذا سعر البذرة الواحدة طالعة أكثر من 1.5 ريال، لكن ربما لا تختلف البوصلة عندي باتجاه آخر غير الطماطم، ربما يكون هذا الموسم اللي أنا فيه الآن هو آخر موسم طماطم، فلذلك أنا نشرت لكم المغلفات. هذا طماطم موجود الآن عندي انتاجه إن شاء الله، لسه ما بدأ بطرح الثمار، هذا صنف إذا تذكرونه قبل موسمين أو 3، للأسف ما كنت مدون، هذا برضه صنف جديد. عموما أنا سبق أن أرسلت لكم الباركود حق المغلفات هذه لعلكم تبحثون عن الشركات، وأرسلت كثير يعني أنا ما أبخل بشيء والله، ولا عندي شيء اسمه أحتكر سلعة أو شيء. هذا اللي موجود اللي عندي الآن اللي هو طالع بشكل أسود، هو لونه بالأخير باذنجاني مش أسود، هذا هو. المهم الله يسعدكم، البذور ما هي غالية، السعر اللي هنا ما يعتبر غالي وتذمرون، البذور الأصلية الاف 1 هذه غالية في كل دول العالم، فلذلك ما نزعل من غلاء البذور، انت تخسر على البذرة بالمقابل راح تجني ثمر جميل جدا جدا. فأسعدكم الله جميعا، وأختم كلامي معكم إن شاء الله بأن الله يحفظ الجميع، والله يسعدكم يا جميلين، والله يسعد أيامكم ولياليكم، وإن شاء الله الأمور كلها جميلة، وإن شاء الله نلتقي في مواسم على محاصيل أخرى إن شاء الله، عاد اللي الله يأمرنا عليه إن شاء الله. مع السلامة.